بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالجميع في محاضرة اليوم، وتناولنا المواصفة القياسية العالمية لنظام إدارة المعامل General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. هي مواصفة مهمة جدا لا غنى عنها في كل المعامل العامة. اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وفقا للمواصفة القياسية العالمية 17025-2017. المحاضرات السابقة اتعرفنا على في سلسلة محاضرات اتعرفنا على الفيرشن 2005، واتطرقنا ل 2005 بس عشان نعطي خلفية للنظام، رغم انه التغيير جذري وهذه المواصفة وهذا الإصدار ألغى الإصدار السابق. طيب، إصدار المواصفة 17025 لأول مرة كان في 1999 بالتعاون مع الهيئة الدولية للمواصفات، مع اللجنة الدولية للتقان الكهربائية الـ IEC، عشان كده بتلقى الأحرف تحت الـ IEC دي 17025، ودي بترمز للجنة الدولية للتقنية الكهربائية. بعد ذلك عملوا تعديل للمواصفة دي في 2005، وكان في تفاصيل بأنها يعني ضرورة أن هذه المواصفة تتواءم مع الإصدارات أو الإصدار لـ 9001-2000 في الوقت ذاك، يعني تمشي مع هيكل أو المستويات بتاع 9001-2000 باعتبار أم المواصفات نظام إدارة الجودة ISO 9001. عشان كده دائما بنوصي أي حد عايز يدخل في الجودة والآيزو يدرس 9001 في البداية. عموما الواحد يبدأ بالنظريات والمفاهيم وإدارة الجودة الشاملة والمفهوم وكذا، بعد ذلك ممكن يدخل على المواصفات. من ضمن المواصفات وأولى المواصفات المفترض ندرسها 9001 اللي هي QMS Quality Management System. وبالتالي كان في تعديلات في وقتها عشان يأكدوا على مسؤولية الإدارة العليا، وبالتالي يعني مسؤولية الإدارة العليا كمطلب مهم جدا للتحسين المستمر لنظام الإدارة. طيب، المواصفة بتحتوي على مجموعتين من المتطلبات اللي هي تكنيكال مانجمنت إدارية وفنية، وبالتالي تتعلق المتطلبات الإدارية بجودة نظام الإدارة. احنا بنشرح في كلام مهم جدا عشان الناس تقدر تعرف تركيبة هذه المواصفة. إذن المتطلبات الإدارية بتقودنا لفهمنا لجودة نظام الإدارة، أما الفنية بتتعلق بكفاءة طاقم التحليل وبطرق التحليل والأجهزة المستخدمة وطرق ضبط جودة التحليل وإصدار التقارير وغيرها من التفاصيل. فبالتالي هذه المواصفة بهدف إنه أنا أحسن قابلية لإنتاج كل التفاصيل، لأنه أقدر أحسن قابلية إجراءاتنا وعملياتنا بحيث إنه يكون هنالك نتائج مثبتة. تمام؟ والمواصفة نفسها تعتبر أساس لحصول على الاعتماد من جهات الاعتماد المختلفة. طيب، التركيبة تحت المواصفة، وإن شاء الله حقارن حسي نفس الكلام ده حقارنه بعد شوية، السكوب اللي هو المجال، والنورماتيف ريفرنس المراجع المعيارية والإلزامية، وكذلك تيرم اند ديفينيشنز التعريفات اللي وردت، وجنرال ريكويرمنت متطلبات عامة، والستراكشرال ريكويرمنت متطلبات هيكلية، وريسورس ريكويرمنت متطلبات الموارد، وبروسيس ريكويرمنت متطلبات العملية، ومانجمنت ريكويرمنت اللي هو متطلبات الإدارة. طيب، لما نجي نشوف الشكلين هنا 2005 وهنا 2017، طيب طبعا على ضوء صدور الطبعة الثالثة اللي هي 17025-2017 دي تعتبر الطبعة الثالثة، وطبعا 2017 اتضمنت تعديلات جوهرية في الهيكلة وفي الفلسفة بتاعت المواصفة وفي المتطلبات بتاعتها. لما نجي نقارنها بشنو؟ بالطبعة الثانية اللي كانت في 2005،
تمام. وبالتالي الطبعة الثالثة 2017 دي أعطتنا خيارات كثيرة حتى إنه نثبت المطابقة للمتطلبات الخاصة بهذه المواصفة مع التركيز على أداء المختبر نفسه. وركزت كذلك على ما يسمى ب الريسك بيس ثينكينج، اللي هو التفكير المبني على المخاطر باعتبار انه هنالك مخاطر وان شاء الله هنشرحها. وبالتالي تحولت المواصفه من التشديد على عمليات التوثيق الدوكيومنتيشن، لو لاحظتوا في الاصدار السابق كان في دوكيومنتيشن، كان في كثير من الوثائق وكذا وكذا، فكان التحول من انه يشددوا على التوثيق تمام عمليات التوثيق ل التشديد على ضمان انه تحقق نتائج الاداء المطلوبه. وبالتالي وجدوا من انه من المفيد انه يعني يتم هيكله هذه المواصفه وموائمتها مع 9000 واحد، وبالتالي يكون هنالك ربط ويكون هنالك كثير من التفاصيل اللي يعني خلقت نوع من المرونه والمواكبه. طيب نشوف في 2005 في الانترودكشن، في 2017 في انترودكشن مقدمة مقدمة الاسكوب، الاسكوب المجال، المجال أو النطاق، النورماتيف ريفرنس، نورماتيف ريفرنس، كذلك تيرم اند ديفينيشنز، في كذلك 2017 تيرم اند ديفينيشنز. طيب إذا لاحظنا هنا المانجمنت ريكويرمنت اللي هو المتطلبات الإدارية، هنا اتشعبت في 2017 في كم متطلب في إطار متطلبات الإدارية. يلا عندنا في 2005 كان فقط حاجة اسمها management requirement، نعم في sub clauses، لكن هنا لما يجي نشوف متطلبات أساسية general requirement، في متطلبات عامة، في structure requirement، متطلبات هيكلية، في process requirement تمام، أو resource requirement، متطلبات الموارد إذا كان human resource أو unhuman resource، موارد بشرية موارد غير بشرية. موارد بشرية هم الأفراد اللي بيؤدي أعدامهم، موارد غير بشرية ممكن تكون الأدوات والأجهزة وكذا. بعد ذلك في كذلك في ضمن نطاق المانجمنت ريكويرمنت جاء كذلك البروسيس ريكويرمنت اللي هو متطلبات العملية، المدخلات والمخرجات والأنشطة. كذلك ضمن المانجمنت ريكويرمنت كذلك عندنا المانجمنت سيستم ريكويرمنت، متطلبات إدارة النظام. شفتوا هنا هذه الجوانب زادت. وكذلك عندنا في 2005 كان التكنيكال ريكويرمنت اللي هو المتطلبات الفنية، مقابل المتطلبات الفنية شوفوا هنا كانت ريسورس ريكويرمنت وبروسيس ريكويرمنت، دخلت في إطار طبعا البروسيس بيدخل في الاوبريشن في التشغيل، فالتشغيل مجرد ما دخلنا في التشغيل معناه دخلنا في تفاصيل فنية من أجهزة ومعدات واستخدامها وكذا وكذا وكذا. فبالتالي في المتطلبات الفنية هنا بدلا من جانب واحد هنا أشار لنا للresource requirement والprocess requirement تمام، وبعد ذلك زي ما قلنا المانجمنت سيستم requirement. واضحة كده الفرق؟ إذن 2017 كان هنالك زيادة في التفاصيل، لكن مع التشديد على شنو؟ على ضمان تحقيق الأداء المطلوب، ركزوا على الأداء. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل دي، باعتبار هذه الوثيقة وثيقة دولية خاصة بالمتطلبات الأهلية، لأنه يكون هنالك فحص ومعايرة، والمواصفة طبعاً بتصدر من الآيسو أو الـ International Organization for Standardization، منظمة الآيسو. وكلمة الآيسو نعم بعض المصادر بتشير لأنها كلمة آيسو هي اختصار للـ ISO أو الـ International Organization for Standardization، لكن هي كلمة تشير ل يعني كلمة ISOS وتعني التكافؤ تمام. دي في مصادر كثيرة أكدت هذا الجانب، فنحن نفهم الجانبين ما في مشكلة. والمواصفة دي بيجي يستخدموها مع هيئات الاعتماد الدولية والوطنية في الدول المختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث إنها تعتمد لنا كفاءة المختبرات والفحص والاختبار والمعايرة تمام. وعشان نقدر بعد ذلك يكون هنالك تلبية لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة اللي ممكن نحن من خلالها نبرهن تطبيق نظام جودة
يمتلك الكفاءة الفنية والقدرة على أنه نحقق نتائج أفضل، نتائج تكون دقيقة، تمام؟ حتى هذه المواصفة كذلك تستخدم كأساس لاعتماد المختبرات. واضح يا سادة؟ طيب، كلمة اعتماد عموماً، اعتماد يعني يعتبر إجراء بتقوم بها السلطات المخولة حتى إنها تمنح الاعتراف بإنه في جهة أو في هيئة أو في شخص ده بيتمتع بالكفاءة ومؤهل لإنه يقوم بمهمة محددة. ده مفهوم الاعتماد، أنا عايز أعتمد المختبرات كاعتراف رسمي بحصل عليه، بيحصل عليه المختبر، تمام؟ بإنه هذا المختبر مثلا قائم بنشاطه بكفاءة وبفعالية. فبالتالي عمليات الاعتماد زي ما أنتم عارفين في إجراءاتكم الفنية، الناس المختصين في هذا الجانب عارفين إنها عمليات الاعتماد إجراءات شفافة وغير تمييزية، ما بيتميز كذا وكذا ومحايدة وبكذا، مش كذا زي ما شرحنا وهنشرح لاحقا. وممكن أي مختبر إنها توفي بمتطلبات الاعتماد في حال إنها استوفت بالشروط. فبالتالي في مجالات الاختبارات عندنا مثلا مجالات اختبار المواد الإنشائية، تمام، اختبارات التربة وكذا، عندنا اختبارات الكيمياء، عندنا اختبارات برضو في اختبارات بتاعت مواد معدنية، مش كده؟ في ناس كيميائيين معانا هنا، في اختبار للإشعاع، تمام. وبالتالي الجهات المعنية اللي هي أركان أو الجهات الاعتماد تقدم خدمات اعتماد من الجهات الوطنية في الدول المختلفة. يمكن في مواصفة 17025 غير المواصفة دي في 15189 المختبرات الطبية، مش كده؟ وكذلك في كذلك 17020، مش كده؟ اللي هي وفق كفاءة المختبرات وفقا لمواصفات محددة بتعتمدها اللي هي جهات الاعتماد. طيب إذا سألنا سؤال، فوائد الاعتماد شنو؟ ليه أنا بعتمد المختبرات بتاعتي؟ إذا عايزينكم تشاركوا معنا، لماذا أعتمد المختبرات أو أعتمد المعامل؟ تفضلوا، الواحد يضغط على المايك ويتحدث. يلا يا سعد، تفضل، كلكم معنا مش كده؟ لماذا اعتمد المختبرات؟ لضمان نتائج قوية. جميل جميل، دي نقطة مهمة وأساسية. تاني حتى نكون عمليين أكثر يا سعد، نشارك. طيب، أنا بعتمد المختبرات بشكل عام حتى أحصل على ثقة، والثقة ثقة في نتائج الفحص والقياس والمعايرة زي ما شرنا للمواصف. كذلك المرجعية، والمرجعية نقطة مهمة، أنتم كمختصين في المجال، تمام؟ بنفذ أعمال الفحص والقياس والمعايرة طبقا لمرجعية، ما على حسب مزاجي أنا وحسب يعني أشياء ممكن أعتمدها أنا وفقا من غير مرجعية يعني. فهناك مرجعية عالمية معترف بها دوليا، وهناك مرجعيات ممكن تكون في الدولة المعنية من معامل ذات اعتماد وكذا. كذلك أنا بحصل على الاعتماد بحيث أن تحصل قبول، يعني قبول النتائج الصادرة من المختبر إذا كان دولي أو محلي. ومن خلال الاعتماد أنا بضمن الكفاءة، حيث أنه العمليات بتاعتي والأنشطة بتاعتي ذات العلاقة بالفحص نضمن إنها هي فعلاً يعني ما بتهدر في الموارد، resource optimization. هنا الكفاءة هنربطها بإنه أنا ما بهدر الموارد، مورد مالي، مورد بشري، مورد زمن، المال مورد والزمن مورد والمعلومات مورد والبنية التحتية مورد. فبالتالي أنا بحقق الكفاءة من خلال تطبيق لي مثل هذه النظم.
تمام. والهدر مشكلة من المشاكل الآن بتواجه المؤسسات الأماكن الأساسية. كذلك من فوائد الاعتماد الجودة بشكل عام، عشان كده نحن أعطينا إضاءات كده في البداية عن الجودة، وإن شاء الله مستمرين في محاضراتنا عن الجودة. ممكن أي حد حاب يدخل في المحاضرات دي، زي ما بنقول دائما محاضراتنا دي للكل، أي حد عايز يستفيد المعلومة لوجه الله، عايز تطلع شهادة إن شاء الله هم بيشيلوا معك منك رسوم، والرسوم بتكون مناسبة يعني إن شاء الله. فبالتالي للكل، الناس كلها تفيد وتستفيد إن شاء الله. ده دائما برنامجنا في التدريب، وبنفيد به الناس عشان الناس ما تقول كلها الموضوع موضوع بتاع يعني بيع وشراء وكذا، لا. كذلك الجودة، أنا بحقق جودة من نظام موثق بالتعامل مع أو الاهتمام بعلاقات العملاء الكاستمر ريليشن والكاستمر ساتسفاكشن وكذا. فبالتالي أنا بحقق جودة في المدخلات، في الأنشطة، في المخرجات، ومن خلال التحسين والتطوير للأداء. واضح يا سادة؟ طيب ناخذ سريعا كده الخلفية عن المواصفة عن وعن التركيبة، يعني ده بالمختصر المفيد المواصفة كلها، لكن بنجي نشرح بعدك برضو بالمختصر حاجات اللي أضيفت. قبل شوية قارنا عرفنا الفرق بين 2005 و2017 قبل شوية، الآن هنعرف دي تركيبة 2017 فقط. طيب الهياكل اللي قبل شوية قلناها زي ما بتلاحظوا فوق، أنا بشير بالمؤشر الجنرال ريكويرمنت، الاستراكشر ريكويرمنت، الريسورس ريكويرمنت، البروسيس ريكويرمنت، والمانجمنت سيستم ريكويرمنت. في كل مين كلوز، في كل بنود اساسيه، في سب كلوزز، في بنود فرعيه زي ما بتلاحظوا. هذا فبالتالي هنا بنشير بالالوان حتى تكون واضحه. اذا في الجنرال ريكويرمنت بتحتوي على تو سب كلوزز اللي هي الامبارشياليتي والكونفيدنشياليتي، اللي هي السرية والموثوقية، مش كده، والحيادية والسرية. كذلك إن شاء الله هنشرحها كمصطلح، لأنه هي من الأشياء اللي أضيفت في المواصفة الجديدة. إذن الأربعة واحدة الإمبرشياليتي اللي هي الحيادية، وأربعة اثنين الكونفيدنشياليتي اللي هي السرية. طيب كذلك عندنا الستراكشر ريكويرمنت، متطلبات الهيكليه، بعد ذاك 6 اللي هو الريسورس ريكويرمنت، متطلبات الموارد، جنرال بيرسونيل ال 6 2 اللي هو الافراد او الناس، تمام، والموظفون، مش كده، وكذلك 6 3 الفاسيلتيز انفايرمنتال كونديشنز، كذلك مرافق المختبر والطرق البيئيه اللي احنا بنستخدمها، كذلك الـ 6 4 الاكويبمنت المعدات، و 6 5 الميترولوجيكال فريسبيليتي اللي هي السلسله المترولوجيه كمصطلح ان شاء الله برضه هنشوفه، 6 6 الاكسترنالي بروفايدد برودكت اند سيرفيسز، 6 6 اللي هي المنتجات والخدمات المقدمه من الخارج. كذلك البروسيس ريكويرمنت هي متطلبات العمليه، ده اللي بيدخل في الاوبريشن، ده التنفيذ. فدايما في اي مواصفه بتلقى بند الاوبريشن وبند البروسيس هو اطول بند، عشان كده بتشوفوه متشعب، اللي هو ده المتطلب الفني او الجوانب بيدخل في الاوبريشن، بيدخل في التفاصيل الفنيه. فاذا البروسيس ريكويرمنت 7-1 الريفيو اند ريكويست، تندرز اند كونتراكترز او كونتراكتس اللي هي كيف انا اراجع مع بيسموه مراجعه الطلبات والعطاءات والعقود. 7-2 selection أو selecting or selection verification and validation of methods، أنا بعمل اختيار لطرق التحقق والتثبت منها برضو في المواصفة وردت، كذلك نشوفه بعد شوية. و 7-3 sampling الأخذ العينات، وكذلك 7-4 handling of testing and calibration items، 7-4 اللي هو مناولة مواد الفحص والمعايرة، 7-5 سجلات الفنية technical records، 7-6 an evaluation of the measurement uncertainty اللي هو كيف أنا
سبعة ستة كيف أنا أقدر قيمة ما يسموه ارتياض القياس أو الشك، لو في أي شك في العينة أو في الفحص ولا كذا أنا بعمل شنو كذلك، وكيف أقدر هذه المسألة تقدير قيمة ارتياض القياس. كذلك سبعة سبعة assuring the validity of results، سبعة سبعة اللي هو ضمان صحة نتائج، أنا بأكد على ضمان صحة النتائج. سبعة تمانية reporting of result، سبعة تمانية اللي هو بعمل تقرير للنتائج بتاعت. سبعة تسعة الكومبلين، سبعة تسعة اللي هو الشكاوي تجاه العملاء، يكون هنالك الشكاوي والمقترحات. وكذلك سبعة عشرة non-conforming work اللي هو العمليات الما مطابقة والإجراءات الما مطابقة والأعمال غير المطابقة، في defect، في deviation، في non-conformities، في عدم مطابقة. سبعة 11 control of data information management، أنا هنا بأكد بعمل control، بعمل تحكم في المعلومات وفي البيانات بتاعتي، سرية المعلومات والتأكيد على تحكم في البيانات بشكل عام. أما 8 بيتكلم عن المانجمنت سيستم ريكويرمنت، تطلبات إدارة النظام، وجوجل سموها هنا لـ options، دي طبعا ده هنا تحول كامل في هذه التفاصيل. يلا خيارات، خيارات A و B إن شاء الله هنجي نشوفه بعد شوية، بس هنا سريع كده بنمر management system documentation، إحنا كيف نوثق للنظام بتاعنا، نظام الإدارة بتاعنا. طبعا المواصفات منذ عام 2015 حسب تحديث 9001/2015 بدلا من الكواليتي مانوال دليل الجودة، بقى في حاجة اسمها documented information، معلومات الموثقة، كيف أنا برتب هذه الدوكيمنتس وأسجل هذه البيانات وأحفظها وتداول وكذا وكذا. 8.3 control of management system documentation، كيف أنا بتحكم في كل الوثائق الخاصة بالنظام. و 8.4 control of records، أتحكم في السجلات. السجلات طبعا هنا حاجة يعني ورق، ممكن يكون ورق أو soft أو hard، لكن دائما الريكورد بيكون حاجة مليئة وانت بتحفظها خلاص، يعني بتحفظ بعدك عشان تقدر تستفيد منها لاحقا، لكن الفور يعدوب حاجة انت بتملى فيها. 8.5 action to address risk and opportunities، كيف انا اتعامل مع المخاطر والفرص. المخاطر، اي مخاطر ممكن تدور ب يعني في تحقيق الأهداف الخاصة بالمعمل، مخاطر مالية تمام financial، مخاطر تشغيلية operational، مخاطر سمعة، مخاطر تجيك من العملاء الكاستمر، ومخاطر استراتيجية، ومخاطر غير من المخاطر، في مخاطر كثيرة. أنت هذه المخاطر كيف أنت تتحكم فيها وكيف تستفيد من الفرص، فرص الأوبرتينتس. الفرص ممكن يكون فرص بتاع التكنولوجيا، فرص بتاع التحسين. فبالتالي هنالك جوانب سلبية وإيجابية، الجوانب السلبية دائما تعتبر مهدد وتشكل خطر، الجوانب الإيجابية دائما بتشكل حاجة إيجابية، يعني تشكل مردود إيجابي للمؤسسة يعني، وبتعتبر فرصة فلازم أنا أغتنمها. إذا وجدت فرصة إنه في ناس أكفاء شغالين معاي وناس ممكن يقدر يحققوا أهدافي، دي فرصة. إذا وجدت تكنولوجيا ممكن تساعدني في دقة النتائج وكذا، ليه ما أنا أجيب التكنولوجيا الجديدة دي بدل ما أشتغل بأجهزة قديمة وكذا، وعيد الفحص وأعمل وسوي وبتاع، أستفيد من التكنولوجيا. كذلك 8.6 الإمبروفمنت، تحسين في أوبشن A، تحسين مرتبط بعدم المطابقة ومرتبط بالأخطاء والتجاوزات. بالتالي أنا أي خلل حصل لما أجي أحل مشكلة الخلل دي وأعمل إجراءات تصحيحية، ده يعتبر تحسين. عشان كده نتذكر البلان دو تشيك أكت، بلان دو تشيك أكت بيديكا سايكل لدمينج وشوارت، طوروا آلية اللي هو الدمينج سايكل اللي هو بلان دو تشيك أكت، خطط نفذ كما هو مطلوب في الخطة وأفحص تحقق من تنفيذ الخطة بتاعتك، وبعدك باشر أو اتخذ القرار تمام. فده بيكون
آلية لحل المشكلات وآلية للتحسين. طيب 8 9 مانجمنت ريفيو، يكون في مراجعات إدارة حيث أنه هنالك أي خلل أو أي في السنوات السابقة كان في خلل، كان في مشكلة، كان في فرص تحسين، السنوات اللي فاتت كان في مشكلة في الميزانية، مشكلة في كذا، مشكلة أدت لخلل، فبالتالي أنا أستفيد من الأخطاء بتاعتي من مراجعات الإدارة وكذا والتدقيق. طيب الانترنال اوديت، نحن لما نقول 8 8 انترنال اوديت، مدقق داخلي، التدقيق الداخلي، اي حد درس هذه المواصفه بشكل كامل وهو مؤهل انه يكون انترنال اوديت، اذا امتحنت فيها ونجحت بتكون ليد اوديت. لكن دائما بننصح انه الواحد يدرس المواصف اول ويفهم جيدا، بعد ذاك عايز يمتحن فيها يمتحن، ولانه ما اي حد شايل شهاده بس امتحن ليد اوديت. ده ليد اوديت، ليد اوديت دي بتتحسب بنقاط، بتتحسب بمعرفه، وتتحسب بمهاره، وكذلك تدريب. عشان كده لما الناس تيجي تدرس 19.0.11 المواصفه الخاصه بالتدقيق يقول لك ان تتلقى تعليما وتدريبا، كذلك تكون هنالك ممارسات حسب المواصفه المعنيه اللي انت هتشتغل عليها شكل نقاط. واضح يا ساده؟ طيب يلا نجي بالمختصر نعمل اسكان كده للمواصفه. احنا باعتبارنا بشكل مستفيد درسنا المواصفه السابقه، لكن جينا بعد ده قارنا، شفنا الحاجات اللي ممكن تكون يعني اضافه والحاجات اللي تم حذفها. فان شاء الله لما نجي نشوف المصطلحات كذلك الموضوع بيرجع لنا اكثر. طيب في السكوب ذكروا انه this document specify the general requirement for the competence, impartiality and the consistency operation of laboratories. عموما بالمختصر ان هذه الوثيقه تحدد المتطلبات العامه للكفاءه والحياديه والتشغيل الثابت والمتناغم للمختبرات. احنا كده نستفيد من هذه الجمله. بعد ذلك هنالك في جوانب توثيقيه او جوانب مع متعاملي المختبر والسلطات التشريعيه والمنظمات والبرامج الاخرى، الجهات الاعتماد، المنظمه او المعمل ينسق بحيث تتوافق إجراءاتنا مع شنو؟ مع الجهات التشريعية. طيب فبالتالي معناتها هذه المواصفة محددة. دائما لما يقولون في السكوب النطاق، المواصفة دي محددة ليه؟ شنو؟ لمتطلبات العامة للكفاءة والحيادية والتشغيل للمختبرات. لكن مثلا لما نيجي يقولون عايزوا 22000، 22000 مختصة فقط specific بالنسبة لشنو؟ الفود سيفتي مانجمنت. عايزوا 9000 واحد product and services هي أم المواصفات، 14000 واحد environmental management. عشان كده لما يدونا في السكوب دائما نقول لنا نطاق هذه المواصفة، نقول لنا المواصفة دي محددة ليه شنو؟ احنا في البداية قلنا شنو؟ المواصفة إنها لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة. تمام؟ طيب عشان الناس ما تلخبط أو بعدين ما تقول مثلا نطاق هذه المواصفة ممكن تخص حاجة تانية، لا. طيب وردت كثير من المصطلحات، دارين ناخذ المصطلحات اللي مستجده في هذه في هذا الاصدار. واضح؟ طيب في التيرم اند ديفينيشنز في اللي هو الانترنال لابوراتوري كومباريسون اللي هو مقارنه مخبريه خارجيه، تمام؟ 3 3 أو 3-4. فبالتالي المقارنة المخبرية، أنا بعمل مقارنة مخبرية تنظيم وأداء بحيث أن يكون هناك تقييم للقياسات والفحوصات. تمام؟ واضح يا سادة؟ أنا بقيم القياسات والفحوصات بتاعتي بتتم لنفس المادة، نفس الايتم أو مثيلاتها من قبل مثلا مختبرين أو أكثر وفقا لشروط محددة. فبالتالي الانترا لابوراتوري كومبارسون بتتكلم عن مقارنه مخبريه داخليه، لانه في مقارنه مخبريه خارجيه. سوري انا قبل شويه قلت لكم خارجيه، هذه الانترا لابوراتوري كومبارسون دي مقارنه مخبريه داخليه. زي ما قلت قبل شويه انه يكون في تنظيم واداء لتقييم قياساتنا فحوصاتنا اللي بتتم على نفس الماده او مثيلاتها داخل المختبر، وده بيستخدم وفقا لشروط محدده مسبقا. يعني معناها موضوعنا ده
دائما اجراءات المختبر مخططه مسبقا عشان ما يكون في لخبطه. تمام. طيب كذلك عندنا المصطلح 3-5. قبل شوية تعرفنا على الانترالابراتوري كومبالسون، وكذلك 3-5 ضمن التيرم اند ديفينيشنز البروفيشنسي تيستينج. طيب نحن بنقوم باختبارات وبمعايرة زي ما ذكرنا، لكن بعد ذلك لازم تكون هنالك سياسات واجراءات وعمليات توضح لنا الكفاءة الفنية. فاختبار هنا على البروفيشنسي تيستينج ده بيتكلم عن اختبار الجدارة. اختبار الجدارة انا بقيم هنا بعملية بتاعت evaluation، بقيم اداء المشارك وفقا لشروط محددة مسبقا. تمام. وده بيكون ممكن يكون بواسطة برامج او مقارنات خارجية، بحيث انه تكون هنالك مقارنات انا بستند عليها معيارين بحيث انه احقق نتائج افضل. تمام. عشان كده هنا بيربطوها ب البرفورمانس اجينست بري استابليشد كرايتيريا. انا بقيم اداء المشارك وفقا لشروط محدده مسبقا. تمام. طيب كذلك 3 ضمن التعريفات الجديده اللي وردت 3-6 اللابوراتوري المعمل او المختبر. المختبر هنا بادي ذا بيرفور وان اور مور اوف ذا فولوينج اكتيفيتيز. هنا المختبر هيئه بتقوم باداء واحد او اكثر من الانشطه، الكالبريشن والتستنج والسامبل، اللي هي اما معايره او اما يعني معايره اما فحص اما اخذ عينات. تمام. يعني لما نقول كلمه مختبر هي هيئه بتقوم باداء واحده او اكثر من الانشطه دي، اما المعايره اما الفحص اما اخذ العينات، مطبوعه بفحص او معايره. فبالتالي في هذا السياق لازم كنا نكون نوضح، لازم نعرف انه المعمل ممكن يشير او المختبر يشير لهذه التفاصيل. طيب 7-3 decision role اللي هو قاعدة القرار. يلا القاعدة دي هي قاعدة بتحدد لنا انه يكون كيف نحن بنتعامل مع بيسموه الارتياب القياس الميجرمنت uncertainty. تمام. فبالتالي هي القاعدة اللي بتحدد كيف التعامل مع ارتياب القياس عند بيان المطابقة إذا كان هنالك متطلبات محددة. فبالتالي أنا بعمل تحقق وتثبت، مش كده؟ الverification والvalidation برضو جاي أنا لاحقا. واضحة يا سعدة؟ يعني إذن أنا ما بتخذ قراري بناء على مزاج، بتخذ قراري بناء على في أي إجراء، في أي إجراء، ما في ارتياب القياس بس، ما في الانسيرسنت بس، لا، في كذا في أي إجراء فني أو إداري اتخذ قرار مبني على حقائق، مبني على أدلة. تمام؟ ده لأنه نضمن الجودة. طيب فبالتالي هنا في هذا المصطلح أنا بتخذ قرار، بقيم أو بتحقق عشان أكون عندي دليل موضوعي إنه في بند معين، في إجراء معين، هل بيحقق متطلبات المطلوبة في المواصفة ولا لا. لما نجي للتثبت للفاليديشن في الديسيشن رول هنا عشان اتخذ قرار، بعمل لازم اعمل تثبت. والتثبت هنا اذا كان في اي متطلبات محدده هي مناسبه للغرض المراد، الاجراءات بتاعتنا وعملياتنا اللي هنستخدمها لاجل هذا الاختبار هي وفق ما هو مطلوب ولا لا. طيب عندنا كذلك الجنرال ريكويرمنت، متطلبات عامه. ومتطلبات عامه عندنا فيها مصطلح الحيادية، الإمبرشالتي الحيادية. يلا الحيادية دي نقطة مهمة جدا، بتشير لأنه تكون هنالك موضوعية، بأنه ما يكون في أي تعارض مصالح، وأنه هذه المصالح تحل حيث أنها ما تأثر بشكل سلبي على أنشطة المختبر، أي تعارض مصالح. تمام. ففي تعارض المصالح في الحيادية عموما في هذه المواصفة شعروا بالمختصر المفيد، لأنه المختبر لازم
تقوم بأنشطة طبية حيادية وتلتزم إدارة المختبر بالحيادية، ويكون المختبر مسؤول مسؤولية تامة عن أنشطة الحياة. أنا ما بجامل، ما بديك نتيجة عشان أنت صاحبيه بيقول لك النتيجة دي هي فيها خلل، فيها مشكلة، بقول لك ما فيها مشكلة، أو النتيجة دي مثلا فيها تفاصيل محددة أنا حاولت أزيحها أو حاولت أخفيها أو كذا. لا، أي تعارض مصالح على مادية، تعارض مصالح بتاعت أخوة غيرها، فبالتالي المختبر بيكون مسؤول عن حيادية الأنشطة وما بيسمح بأي ضغوطات مالية أو تجارية أحيانا في الصفقات أو أي ضغوطات أخرى ممكن تؤثر على الحياد. أنا بديك كذا ممكن تطلع لي النتائج دي، فده معناته خلاف أو تتعارض مع الحيادية، والحيادية هنا هتشكل مخاطر، فيجب أن المؤسسة تحدد بشكل مستمر أي مخاطر تؤثر على الحيادية، أي ريسك تؤثر على الحيادية المؤسسة المفترض المختبر يحدد طوالي. وبالتالي أشياء مخاطر ممكن تكون ناتجة عن مثلا ممارسات الأنشطة أو إدارة العلاقات مع أي جهة داخلية أو خارجية، فبالتالي هنا دي كلها ممكن تكون مخاطرة للحيادية. واضح يا سعادة؟ كذلك من المصطلحات المستجدة في 2017 السرية الكونفيدنشياليتي. فالمختبر هنا بيكون مسؤول من خلال إنه يلتزم بواجب إنفاذ مثلا بقانون، بإجراءات، بمعايير، مش كده، عن إدارة كل المعلومات اللي حصل عليها، المعلومات والإجراءات اللي نتجت أثناء أداء المختبر. فبالتالي هنا المفترض يكون في معلومات سرية، يجب على المختبر إنه يعني يكون هنالك إبلاغ المتعامل مسبقا بكل المعلومات اللي مفترض العميل يعني تكون متاحة للعميل، فيما عدا المعلومات اللي بتيح المتعامل للعموم، أو مثلا بعد الناس تيجي تتفق أو يكون هنالك اتفاق بين المختبر والمتعامل على سبيل المثال بهدف الرد مثلا على شكاوي معين، شكاوي من العميل، فبالتالي هنا في معلومات متداولة. فبالتالي جميع المعلومات الأخرى تعتبر معلومات خاصة ويجب التعامل معها بسرية، غير المعلومات اللي زي ما ذكرنا في الرد على الشكاوي وكذا وكذا. لكن لما نيجي مثلا يتطلب من المختبر بواسطة القانون جهة قانونية مثلا إنه يكون، فهنا المختبر يكون مخول من خلال اتفاقيات التعاقد بإنه يتيح أو يكون هنالك إفصاح عن معلومات سرية. فبالتالي المفترض المختبر يبلغ المتعامل أو الشخص المعني بالمعلومات دي، صاحب المعلومات دي اللي بيتم الإفصاح عنها للقانون. فبالتالي يعني شوف العميل يكون عارف أي معلومات ممكن تخص هذا باعتباره قانون، ما لم يكن الكلام ده ممنوعا بالقانون، نركز هنا، ما لم يكن الكلام ممنوعا بالقانون، تمام؟ فبالتالي المفترض تبقى كل المعلومات المتعلقة بالمتعامل واللي تم الحصول عليها من أي مصادر غير المتعامل زي الشكاوي وكذا وكذا، المفترض تكون سر بين المختبر والمتعامل، والمفترض تبقى مصدر المعلومات سر للمختبر، وبالتالي المفترض المختبر ده ما يشارك أي من هذه المعلومات إلا بموافقة مصدر المعلومة، عشان كده السرية مهمة جدا. وحقيقة يعني أنتم بخبرتكم في مشكلة في الحاجة دي، صحيح؟ يعني الطبيعة المشكلة في المعلومات، ممكن إذا التمستوا أي مشكلة في هذا الجانب كده ممكن تعطونا، يعني إذا في أي حد واجه مشكلة في الحاجة دي أو مشكلة شبيهة يعني، أو عندك أي نظرة أو رؤية في المسألة دي، تفضل. تفضل يا سعد.
طيب لاحقا إذا في حد عنده أي إضافة إن شاء الله ما تنسوا. طيب خمسة، الاستراكشرال ريكويرمنت، متطلبات الهيكلية. فهنا جايين لهذه المتطلبات في إطار أن يكون هنالك معايير وإجراءات في إطار هيكل المؤسسة. فالمؤسسة إدارياً وفنياً المفترض يكون عليها يعني ركائز بحيث تحقق نتائج أفضل. المختبر هنا هيكون كيان قانوني أو جزء من كيان قانوني مسؤول عن كل الأنشطة زي ما بتعرف. فالمختبر يحدد إدارة مثلاً، هتعين إدارة لها مسؤولية عن إجراءات محددة وإجراءات فرعية، إجراءات عمليات إدارية، تمام، إجراءات فنية. فبالتالي المختبر هيحدد ويوثق مجال الأنشطة اللي ممكن تتوافق مع المواصفة بتاعتنا دي، تمام. وكذلك المختبر هينفذ أنشطته بحيث أنها تحقق متطلبات إذا كان على مستوى سلطات تشريعية أو هيئات منح الاعتراف. ما أنت، نحن في البداية تكلمنا عن اعتماد وكذا، صحيح؟ يلا أنت حتيجي تلبي متطلبات برضو لجهات وسلطات تشريعية مثلا أو هيئات منح الاعتراف. وبالتالي يجب أنه يتضمن كل أنشطة المختبر المقدمة من جميع مرافقه الدائمة والبعيدة، لأنه في مختبرات عندها فروع وكذا وكذا وكذا، وكذلك مرافق مؤقتة أو متنقلة. فبالتالي كل الحاجات دي لازم تلتزم بالشروط. تعرف المنظمة بتاعك، يكون عنده هيكل إداري واضح، تحدد مكان المنظمة الأم مثلا والعلاقات بين الإدارة والعمليات الفنية وكل الخدمات المساندة للمعمل عشان ما يكون في شغل عشوائي. وين إدارة المؤسسة؟ ما معروفة. الفرع الرئيسي وين؟ ما برضو مشكلة. فبالتالي هنا بيشيروا في المتطلبات الهيكلية إنه المنظمة يكون عندها هيكل إداري وتحدد مكان هذه هنا في المنظمة الأم هذه الإجراءات، وأي علاقات بين الإدارة، إدارة على مستوى إدارة تشغيل، إدارة مالية، وكل العمليات الفنية والخدمات المساندة الأخرى. يلا بعد ذلك نجي نحدد مسؤولياتنا وسلطاتنا وعلاقاتنا لكل الموظفين. ما في وصف وظيفي، ما في هياكل، ده ما معروف تابع لهيئته قسم، مشكلة كلها. فجاي من الخلل في المتطلبات الفنية الإدارية كمان بيسبب خلل في المتطلبات الفنية كذلك. وبالتالي احنا هنا هنحدد المسؤوليات والسلطات والعلاقات لكل الموظفين اللي بيديروا بينفذوا ويحققوا الأهداف بتاعتي اللي ممكن تؤثر على أنشطة المختبر، وبوثق إجراءاتي لضمان تطبيق مثلا صلاحية النتائج. لكن لازم أتأكد من الهياكل الإدارية. فالمختبر المفترض يحدد مسؤولياته، يطبق نظام الإدارة والمحافظة عليه ويطوره، يتعرف على كل انحرافات في نظام الإدارة، تمام، ويبادر بحل المشكلات، تمام، ويكون هنالك أي إبلاغ إذا في أي خلل في أي جوانب إدارية، ضمان فعالية الإجراءات الفنية والإدارية للمختبر، يكون هنالك اتصال فعالي ويكون هنالك تحقيق للأهداف بأسس علمية صحيحة. واضح يا سادة؟ بعد ذلك عندنا الريسورس ريكويرمنت، متطلبات الموارد. الموارد هنا بقودنا للموارد البشرية وغير البشرية، الهيومن أن هيومن. وبالتالي يجب على المختبر إنه المختبر يكون عنده مرافق، يكون عنده معدات، يكون عنده نظم، يكون عنده خدمات مساندة، يكون عنده كل الأنشطة بتاعته المفترض يقوم بها. طيب قلنا قبل شوية إنه الـ resource requirement ممكن يكون موارد بشرية وغير بشرية. موارد لو جينا للموظفين، أي حد شغال في المؤسسة، فبالتالي الموظف شغال أيا كان مجاله المفترض يكون على قدر من الكفاءة والفعالية، يتلقى تعليم وتدريب في المجال، يعني مسبقا هو تلقى تعليم، نعم، مختص في كذا إذا كان في مختبرات طبية أو مختبرات علمية كيمياء أو كذا، فجاي بتخصصه ده معرف علم،
وهنالك يتلقى تدريب زي التدريب اللي انتم بتلقوه الان، تمام؟ فلا لانه حيأثر على انشطه المختبر، انا دار نطبق مواصفه زي دي، فالزول الشخص ما يجي بدون معرفه مشكله. فبالتالي يكون في كفاءه وفعاليه للشخص اللي بيقوم باداء المختبر، ونوثق او يوثق المختبر كل متطلبات الكفاءه للشخص لكل عمل يمكن يؤثر على النشاط المختبر، على الانشطه وعلى الاهداف زي التاهيل وزي التدريب والتعليم والمعرفه الفنيه والمهارات والخبرات وكذا وكذا، تمام؟ لكلها بيتم حصرها. بعد ذاك لازم المختبر يضمن انه كل الموظفين عندهم كفاءه لتنفيذ الانشطه للمختبر، وبعد ذاك يكون في ان تبلغ الاداره المختبر كل موظف بواجباته ومسؤولياته وصلاحياته. ده في الوصف الوظيفي، الناس اللي شافوا الوصف الوظيفي يكون كل التفاصيل دي، معلوماتك الشخصيه، صلاحياتك، مسؤولياتك والتفاصيل الاخرى، مؤهلاتك، وحتى يكون ربط هذه الجوانب بالتحفيز وبالجوانب الاخرى. فزي ما قبل شويه تكلمنا بالموظف، الموظفون عموما او العاملون بشكل عام هم السلسله الفقريه للمؤسسه، وتدريبهم وتأهيلهم والاهتمام بالعميل الداخلي، طبعا أي حد بيقدم خدمة داخل المؤسسة بيسميه internal customer، فإرضاء العميل الداخلي من إرضاء العميل الخارجي external customer. إذن الكاستمر، في ناس فاهمين كلمة الكاستمر دي فقط متلقي الخدمة، لا، في internal customer، العميل الداخلي ده يكون راضي عن امتيازاته، مخصصاته، مرتبه، راحته في العمل، من ورديات ومن كذا وكذا. لكن إذا المؤسسة فيها صراع، المرتبات ما بيكفيك لأسبوع، تمام؟ والناس المطالبين بجودة، وفي ضغوطات في العمل، وفي أشياء أخرى غريبة. هنا بنعتبر إنه دي بيئة سامة لا تتوافق مع المعايير اللي بنتكلم عليها. شوفوا المواصفة وازنت، ما فقط اهتمت بإنه أنت تقوم بإجراءات فنية، ولا اهتمت بكل الجوانب على مستوى فني وإداري، بما فيها كل التفاصيل اللي بتخص الشخص اللي بيقوم بواجبه، يأخذ حقه، يكون راضي، يكون مؤهل، يكون مدرب. واضح يا سادة؟ بعد ذلك 6-3 المسألة المرافق المختبر والظروف البيئية، الفاسيلتيز عن environmental conditions، هنالك ظروف بيئية مفترض يؤدي كل موظف موجود في المختبر واجبه وفق ما هو مطلوب، بل ممكن هذه الواجبات وهذه الإجراءات والعمليات تؤثر على أنشطة المختبر على مستوى داخلي أو خارجي. فبالتالي هنا ركزوا على أن يكون هنالك أنشطة مرتبطة بحيادية، ركزوا دائما على هنا، بركزوا في المواصفة على أن يكون هنالك حيادية. كذلك المختبر توثق لمتطلبات الكفاءة لأي عمل ممكن يؤثر على الأنشطة، وأيضا الناس اللي شغالين مفترض يكون عنده زي ما قبل شوية ذكرنا إنه يكون على قدر من الكفاءة وكذا. طيب، يجب إنه يكون المختبر عنده إجراءات والسجلات يحتفظ بها، فهذه الإجراءات والسجلات مثلا على سبيل المثال للحصر، تحديد متطلبات الكفاءة، اختيار الموظفين، تدريب الموظفين والإشراف، كذلك التفاصيل الأخرى، ده فيما يخص الموظفين. لكن لما نجي لهنا لمرافق المختبر، لازم نتكلم عن المعدات، الإكويبمنت. المختبر يكون عنده معدات يعني بأسس صحيحة، بأسس علمية صحيحة، بأسس علمية أو لا تتعارض مع حجم ونوع الأنشطة، تمام؟ فهنا هنشير للإكويبمنت، المعدات. المعدات تكون يعني مناسبة لأنشطة المختبر ولا تؤثر على الأنشطة بشكل سلبي. على سبيل المثال أدوات القياس والبرمجيات، تمام؟ ومعايير القياس، ومثلا المواد المرجعية اللي نحن بنستخدمها والبيانات المرجعية، وأي مثلا كواشف وأي مستهلكات أو أي أجهزة مساعدة أخرى، لكلها في إطار
المعدات الاكريبمنت. فنحن بنتأكد من إن المعدات دي هي مطابقة لما هو مطلوب، زي ما ذكرنا أي أدوات قياس، أي برمجيات، أي معايير قياس، أي مواد مرجعية، أي كواشف، أي مستهلكات، كلها نحن بنتأكد منها. تمام؟ طيب، كذلك لابد أن يكون هنالك يعني إجراءات لمناولة والسيطرة على أي نوع من هذه الأدوات والمعدات. يكون المختبر إجراء مناولة ونقل وتخزين، وكذلك خطة للصيانة للمعدات عشان نتأكد من إنه هذه الأجهزة أو هذه المعدات بتعمل بشكل سليم ومنع أي تلوث أو تلف لهذه المعدات. المختبر يتحقق من إنه هذه المعدات مطابقة مع المتطلبات المحددة ولا لا، تمام، أو بعض مثلا الأدوات وكذا تعاد للخدمة، هل هي مطابقة ومناسبة ولا لا. وبالتالي يجب أن تكون المعدات المستخدمة في القياس قادرة لأنها تحقق النتائج وصحة القياس measurement، تمام، أو قيمة الارتياب المطلوب. فبعد ذلك مفترض نحن في المعمل نعاير معدات القياس بتاعتنا، تمام، لأنه هيكون في تأثير على صحة القياس وقيمة الارتياب وبعد ذلك صحة النتائج بتاعتنا وتقاريرنا، صحيح. وبالتالي تكون هنا في معاير لمعدات القياس مطلوبة وتحقق عشان نحقق السلسلة المترولوجية لنتائج القياس المدونة في تقريرنا العام، في التقرير اللي نحن هنشير له. طيب، المصطلح السلسلة المترولوجية المترولوجيكال ريسيبيليتي، يلا هذا المصطلح تم تحديثه أو في المواصفة أو في الإصدار دي، تمام، والمتطلبات في المراجعة حتى تعكس الممارسة في إمكانية التتبع لأي أنشطة. فبالتالي ده مقارنة ب 2005 هنا كمعلومات إضافية، هنا أضافوا اللي هي السلسلة المترولوجية أو بأنه يكون هنالك تتبع أو إمكانية التتبع. طيب، المنتجات، وكذلك عندنا الاكسترنال بروفايدد برودكت اند سيرفيسز، عندنا خدمات وعندنا منتجات يعني مقدمه من الخارج، مش كده، برودكت اند سيرفيسز الاكسترنال يعني حاجه مقدمه من الخارج اذا كان منتج او خدمه. يلا هنا في اطار انه في تعاقد من الباطن وانه في شراء خدمات وامدادات من الخارج وكذا وكذا، فهنا حنركز على انه اي حاجه جايه من برا، تمام، على اي مستوى نتاكد منها عشان ما تؤثر لي سلبا على انشطتي. فالمختبر حيضمن انه استخدام المنتجات والخدمات بايا كان نوعها بمقدم من الخارج، تمام، انا عايز ادمجها في عملياتي وفي انشطتي، تمام، وعايز اقدم خدمه جزئيا او كليا، تمام، عايز استلم الحاجات دي من اي متزود خارجي. فبالتالي هنا يكون في اجراءات للتحقق من هذه التفاصيل. طيب، المنتجات مثلا ممكن تشمل لي معايير ومعدات القياس مثلا من اي جهه خارجيه مثلا، تمام، معايير ومعدات القياس واي معدات مساعده او مواد مستهلكه او مواد مرجعيه. فبالتالي الخدمات ممكن تكون برضو خدمات أخذ عينات مثلاً، أو خدمات الفحص، أو خدمات صيانة، بيجوك ناس بتاع صيانة بيجي بصين وكذا وكذا. فهنا عايز أأكده لأنه يكون في بس إجراء دقيق لأنه ما يخل بالنشاط ويطابق أو الخدمات المقدمة تتوافق مع المعايير المطلوبة. واضح يا سادة؟ طيب، بعد ذلك نجي لمتطلبات العملية process requirement. متطلبات العملية هنا بشير بمصطلح جديد اللي هو 7.1 review of request tenders and contracts. في كان لو لاحظتوا في السابق برضو حاجة بتخص العطاءات والعقود، لكن في بعض التعديلات. هنا المتطلبات الجديدة بتشير لأنه يتطلب معالجة بيانات المطابقة
وقواعدنا في القرار المرتبط بمراجعة العقودات وكده. فبالتالي هنا النص بيرجع لأنه يكون يعني نتأكد من أي انحرافات بالطلب العميل بحيث أنها ما تؤثر على سلامة المختبر أو صحة النتائج. فبالتالي هنالك مراجعة لكل الطلبات وكل العطاءات، إن المتطلبات محددة بشكل وافي وموثقة ومفهومة، إن المختبر له القدرة والموارد اللازمة، جهات أي عطاءات تتأكد من إن المختبر ده والجهة دي عندها قدرة والموارد اللازمة حتى إنها تفي بمتطلبات اللي أنت عايزة. فبالتالي في حالة استخدامنا لأي مزود خارجي المفترض نطبق المتطلبات المذكورة في إنه نحن عندنا متطلبات محددة وبشكل وافي وموثقة ومفهومة والأشياء اللي وردت في البند 6.6، تمام؟ فبالتالي هنا المختبر يمتلك كل الموارد والكفاءة والأنشطة اللازمة بحيث إنه يحقق نتائج أفضل إذا كان جزئياً أو كلياً، واختيارنا لطريقة الإجراءات والسياسات والعمليات بتاعتنا. طيب 7.2 اختيارنا لطريقة وكيف نتحقق ونتثبت من هذه الطرق Selection, Verification and Validation of Methods. يلا هذا هنا تم يعني حدث المصطلح دي في إطار اللي كان في مقارنة ب 2005، تمام، بوثيقة 2005 حيث إنها تكون مرادفة لمصطلح إجراء القياس. فبالتالي اختيارنا للطرق والتحقق منها، إحنا عندنا هنا طرق عايزين نتحقق منها. المختبر هيستخدم طرق وإجراءات مناسبة لكل الأنشطة بتاعته في المختبر، تكون مناسبة عشان أقدر مثلاً أقيم مقدار الحياب القياس، أو تكون هنالك أساليب إحصائية بأنه أحلل المعلومات أو أحلل البيانات عشان أصل لمعلومات. فبالتالي أحتفظ بجميع الطرق والإجراءات بتاعتي والوثائق الداعمة والتعليمات بتاعتي والمواصفات، وعندي كتيبات وأي مواد مرجعية وبيانات مرجعية، تمام؟ إذا كانت تاريخية وغيرها، فبالتالي تكون متاحة للموظفين بشكل سهل. ليه؟ عشان أي صعوبة وصول ما تبدأ تعمل لك مشكلة في شنو؟ في أداء الأنشطة. يعني الآن مثلا لو مشيت لأي شخص في مؤسسة عايز خدمة معينة، قال لك يا أخي أمشي المكتب رقم 3، مشيت المكتب رقم 3، أنت الموظف الفلاني، أي طيب أنا عايز، قال لي جيب في سجل كده خاص بمثلا الإجراءات المالية، جيبه. فده بيظل يفتش فيها ساعة، هنا معناته ما في إجراءات لتوثيق هذه البيانات أو المعلومات، ما مرتبة، ما منظمة، ما كذا، ما مخزنة بشكل ممكن يكون مرمز أو كذا. فبالتالي حيسبب خلل في سهولة الوصول. أخذ العينات، أخذ العينات إجراء فني زي ما أنتم بتعرفوا. هنا تحدد أنشطة أخذ العينات، يرتبط، ذكروه هنا إنه يرتبط بالاختبار والمعاير اللاحقة، وبخلاف ذلك هنا في الحتة دي ما كان في يعني تغيرات كبيرة في هذا البند مقارنة ب 2005. يعني في بعض البنود والبنود الفرعية فيها تغيير، لكن أو تغيير كبير، بعضها ما فيها تغيير بسيط. حس الآن مثلا زي أخذ العينات لقيتها في 2005، لكن هنا فقط حيوضح تعريف المختبر إنه نشاط أخذ العينات يرتبط بالاختبار والمعايرة اللاحق، غير كده ما في حاجة كثيرة. نفس الكلام اللي أخذناه في 2005 خلاف نسخة 2005، كذلك في بعض التفاصيل اللي احنا أخذناها مقارنة ب 2005 برضو في إجراءات بسيطة أضيفت وهكذا. طيب مناولة مواد الفحص والمعايرة، ده هنا في مطلب جديد لما نيجي يطلبوا مثلا من العميل اختبار العنصر أو معايرته، بحيث إنه يكون في اعتراف بأي انحراف عن الشروط
فبالتالي المختبر هنا في الإصدار الجديد قال إنه يكون في تضمين لإخلاء مسؤولية في التقرير، وهذا التقرير يشير للنتائج اللي ممكن تتأثر بالانحراف. خلاف كده ما في تغيير كبير في هذا البند مقارنة ب 2005 الخاص بمناولة الفحص والمعايرة. واضحة يا سادة؟ طيب نجي للسجلات الفنية، دي حاجات زي ما قلنا مذكورة في 2005 وفقط نحن بس بنحدد الحاجة البسيطة اللي وردت. السجلات الفنية التكنيكال ريكوردز، هنا السجلات الفنية الموضوع في البند ده كمتطلبات العملية والأنواع الأخرى من السجلات، زي مثلا سجلات نظام الإدارة اللي تناولوها في البند 8 clause 8 تمام. خلاف كده ما في تغيرات كبيرة برضو في هذا البند مقارنة بشنو بالفيرشن 2005 تمام. No significant change to these clauses تمام مقارنة ب 2005. طيب كذلك تقدير قيمة ارتياع القياس evaluation of measurement and fit. يلا هنا في متطلب أو يتطلب من كل المختبرات إنها تحدد المساهمات والإجراءات في عدم اليقين في القياس في تغيرات هنا. كذلك إنه نقيم عدم اليقين في كل القياسات بتاعتنا لكل المعايرات بما في ذلك اللي بيجريها المختبر على أجهزته الخاصة أو أي معايرات داخلية أخرى. فبالتالي هنا في متطلبات تقييم لعدم اليقين لأي اختبار تمام، وأشار إليها كذلك في 2005. فبالتالي على جميع المختبرات إنها توضح إن المختبر ما مطالب بحساب درجة عدم اليقين اللي ممكن تكون نوعا ما في كل مرة يتم فيها إجراء اختبار أو معايرة بشرط إنه يستوفى الشروط المذكورة، لكن هنا تقديرنا لقيمة الارتياب والقياس مهمة جدا. فبالتالي يعتبر إنه المختبر تحدد كل مصادر القياس وعند تقدير لقيمة ارتياب القياس، فبالتالي نأخذ في عين الاعتبار عندنا كل المصادر ذات الأهمية تمام، الناتجة من أخذ العينات باستخدام طرق تحليل بالطريقة المناسبة. بالتالي المختبر هيقوم بالمعايرة في هذه الحالة لمعايرة لمعداته، فيقوم بتقدير قيمة ارتياب القياس لكل المعايرات، والمختبر هيقوم بالفحص كتقدير لقيمة ارتياب القياس مش كده؟ وأشاروا له كذلك في 2005، لكن هنا جو بس عدلوا بعض التفاصيل البسيطة. فبالتالي تقديرنا للارتياب بيكون بناء على فهم المبادئ النظرية والخبرة العلمية لأداء الطريقة اللي نحن هنشتغل عليها وفق المعايير. طيب نجي بعد ذلك لضمان صحة النتائج الـ ensuring the validity of result. يلا في البند ده بيفصل البند بين متطلبات المراقبة اللي بتتم داخل المختبر اللي كان وردت في زي ما أشاروا هنا في 771 تمام، واللي ضمنت المقارنة برضو مع مختبرات أخرى في 772 تمام. فبالتالي بالمختصر المفيد قالوا إنه المختبر أو يجب إنه يكون هنالك تسجيل للبيانات من الأنشطة الداخلية حيث إنه نحن نكون نقدر نكتشف كل التفاصيل وتطبيق التقنيات الإحصائية بقدر الإمكان، ويكون هنالك متطلب للتخطيط والمراجعة والتحليل استخدامنا للتحكم في أنشطة المختبر وتحسينها عشان نضمن صحة النتائج. يعني أي إجراءات فنية أو إدارية حصل فيها خلل ما حنضمن صحة النتائج. هنا داير يدمج لنا متطلبات المراقبة داخل المختبر وبتضمن المقارنة مع مختبرات أخرى والتفاصيل الإجرائية والفنية بحيث أننا حيكون عندنا تحليل للبيانات خارج المعايير المحددة مسبقا، أو بمعنى إذا حللنا بأي شكل يكون تحليلنا دقيق عشان نحصل على نتائج وفق ما هو مطلوب عشان نضمن صحة النتائج. طبعا أي خلل فني أو إداري
قد يؤثر على النتائج. طيب تقرير النتائج reporting of result، فبالتالي يجب أن نراجع النتائج الموافق عليها قبل ما يتم نشرها، مش كده؟ تزويد النتائج بدقة ووضوح وبدون غموض، وبيكون بموضوعية من خلال تقرير واضح، تمام؟ على سبيل المثال ممكن يكون تقرير فحص أو شهادة معايرة أو تقرير لأخذ عينات، فبالتالي تتضمن كل المعلومات المتفق عليها مع منه، مع المتعامل، والمعلومات المفترض تفسر لنا النتائج وكل المعلومات المطلوبة في الطريقة اللي احنا بنستخدمها لحفظ التقارير دي الصادرة كسجلات فنية. وما ننسى ان احنا مسبقا تكلمنا عن سرية المعلومات وكذا وكذا، فبالتالي يكون هنالك تقارير للفحص وشهادات المعايرة، احيانا بيشيروا لها كشهادات فحص وتقرير معايرة على التتابع او على انه النتائج تكون متابعة وكذا، فبالتالي يكون هنالك إصدار لتقارير مكتوبة واضحة، ممكن تكون بوسائل إلكترونية، تمام؟ أو ممكن تكون مكتوبة أو هارد كوبي أو سوفت كوبي. فبالتالي هنا لازم نحن نستوفى الشروط للمتطلبات الوثيقة من دقة النتائج، من الوضوح، من إنه ما يكون في غموض في المعلومات وفي التقارير بتاعتنا والموضوعية، تمام؟ والأشياء دي. طيب الشكاوي الكومبلين، الشكاوي العميل ممكن يشتكي لأي خلل حاصل، وبالتالي المختبر هيكون مسؤول عن الكلام ده بإجراء موثق لاستلام وتقدير اتخاذ قرار في أي نوع من الشكاوي، وبالتالي نكون عندنا آلية لاستلام هذه الشكاوي ودراستها والتعامل معها ومعالجة الشكاوي، مثلا وصف لعملية استلام الشكاوي، التحقق من صحة الشكاوي ذاتها والتحقيق في الشكوى، تمام؟ يكون في تتبع وتسجيل للشكاوي دي، يكون في ضمان لإجراءات الشكاوي. يعني الآن مثلا شوف في التطبيقات بتاعتك، تطبيقات الفيسبوك والواتساب أو الغير وغير وغير من التطبيقات، في قد يعني أحيانا بياخذوا منك فيدباك، وبالتالي أنت حتقدم أي شكوى وهم بيدرسوا الشكوى دي ويحللوها، وبعدك يكون كمصدر للتحسين، يعني أنت كعميل بقيت مصدر للتحسين. إذن الشكوى ما معناها يعني تصيد للأخطاء أو شكوى معناها ممكن يسبب لي خلل، لا، العميل إذا ما بيشتكي ما معناته أنت ما عندك مشكلة، ممكن يكون نساك، فبالتالي هذه الشكاوي مصدر للتحسين والمقترحات مصدر للتحسين، واضح يا سعادة؟ طيب أي أعمال غير مطابقة non-conforming work، في إجراءات، في عمليات كثيرة جدا ممكن تكون ما فيها مطابقة، فبالتالي نحن نجري إجراءات تصحيحية. يلا في هذا الجانب أشار إنه no significant change of this clause، تمام؟ ما في تغيرات هامة على هذا البند مقارنة ب 2005، تمام؟ طيب بعد ذلك ال control of data and information management، كيف نحن نتحكم في البيانات والمعلومات، وهنا لازم نشير لإنه المعلومات يعني مورد مهم جدا، فحفظ هذه المعلومات، تداول هذه المعلومات وتسجيلها وإدخال البيانات أي أن كان وتخزين هذه المعلومات مهمة جدا، فبالتالي نحن هنا هنعالج أي مشكلة تخص إدارة المعلومات الخاصة بالمختبر في هذه الوثيقة من الأنظمة المحوسبة وغير المحوسبة، فبالتالي يتطلب من المختبر أنه يتأكد من أنه مقدمي خدمات إدارة المعلومات من خارج الموقع أو من الداخل لازم يلتزموا كلهم بالمتطلبات المطبقة للمواصفة بأنه كيف نحن نتحكم في هذه المعلومات، لأنه أي تسريب للمعلومات، أي عبث بالمعلومات ممكن يؤثر على برضو دقة وصحة النتائج. 8 متطلبات نظام الإدارة اللي هو Management System Requirement، فهنا دي طبعا الجانب الأخير، فهنا أشاروا لنا بأن تكون هنالك أوبشن خيارات، فالمراجعة هنا بتوفر خيارين ألف وباء عشان ينشئوا نظام إدارة. الخيار الألف مثلا كحد أدنى قال المفترض يجب أن يلبي نظام إدارة المختبر المتطلبات الواردة في 8.2
8 9. فبالتالي هذه المتطلبات لما نرجع للكلام اللي ذكرناه تمام، المتطلبات الفنية بتدخل في الأوبريشن في التشغيل. الخيار بقى اللي هي الأوبشن بي تمام، Establish and Maintain Management System، احنا هنا في الخيار بي إنشاء نظام لإدارة والحفاظ على هذه الجوانب أو الأنظمة أو النظام وفقا لإجراءاتنا وعملياتنا وفقا لـ 9001 اللي هي ISO 9001. يعني إجراءاتنا أو نظام الإدارة بتاعنا يتوافق لازم مع متطلبات نظام إدارة الجودة اللي هو 9001. طيب ليه يتوافق مع نظام إدارة الجودة؟ معناها نحن لازم نفهم عن نظام إدارة الجودة 9001. طيب ليه؟ لأنه نظام إدارة الجودة فيه متطلبات مهمة جدا. مثلا زي شنو؟ فيها البلانينج تخطيط، فيها السبورت الدعم تمام، وفيها كيف نحن هاو تو بلان، فيها الكوميونيكيشن، فيها الاتصال، ربط الاتصال، يعني فيها جوانب إدارية مهمة جدا بحيث إنها تساهم في تحقيق الأهداف to achieve the goals. فبالتالي لازم نحن نتأكد من المتطلبات. لما نجي كذلك ننتقل للأوبشنز برضو بتاعتنا، هنا هنجي نشير لأنه هنالك توثيق لنظام الإدارة، هنالك تحكم في الوثائق control of document، هنالك إجراءات للسيطرة على السجلات تمام. فهنا لما نجي نقارن بين 2005 في إطار السيميلر 2005 فيرشن وكذلك ISO 9001 2015، ISO 9001 2015 فيها متطلبات مهمة جدا من الكوركتيف أكشن، من إنترنال أوديت، من المانجمنت ريفيو، من الإمبروفمنت، من البلانينج، من السبورت، من كذلك التفاصيل الخاصة بالإيفالويشن والتقييم والحاجات دي. فلا بد أن يكون هنالك إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص. دي الحاجة، المصطلح الجديد المفترض Action to Address Risk and Opportunities، إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص أو التعامل مع المخاطر والفرص. لكن التفاصيل السابقة قد تكون هنالك برضو موجودة المعلومات، لكن في 9001 ركز على أنه هذا الجانب مهم جدا معانا في 2017. أي مخاطر، مخاطر مالية، مخاطر سمعة، مخاطر تشغيلية operational risk تؤثر على أنشطتي، فهذه المخاطر أو الأخطاء والانحرافات وكذا أنا لازم أي خلل أعمل معه وأقوم معه بcorrective action أو أجري إجراءات تصحيحية في إجراء معين في نتيجة معينة، فبالتالي أقوم بعمل corrective action. والإجراء التصحيحي هو إجراء أنا بقوم به عشان أزيل المشكلة أو أتعامل مع المشكلة. أما البريفنتيف أكشن، لأنه في ناس بتسمع في بريفنتيف أكشن وفي كوركتيف أكشن. البريفنتيف بيمنع السبب، نظام وقائي. أما الكوركتيف أكشن ده يعني إجراء للمعالجة، ودائما الكوركتيف أكشن بيصل للروت كوز، بيصل للسبب الجذري. أما الكوركشن التصحيح ده ممكن يكون إجراء مؤقت، نعم بيعالج لكن ما بيعالجه بشكل جذري. واضح؟ وإجراءات التقييم أو التدقيق الداخلي الانترنال أوديت. فيلا هنا في أوديترز هيكون مؤهلين في هذه المواصفة من خلال فهمهم التام لهذه المواصفة، وإن شاء الله زي ما ذكرنا إنه في التفاصيل الجاية إن شاء الله هنعطيكم بعض النماذج إن شاء الله، ما حتكون في شكل محاضرة، ما في شكل نقاش وكذا، للتشيك ليست والقوائم التحقق وكذا. واضح يا سادة؟ فبعد ذلك زي ما ذكرنا قبل شوية إجراء التعامل مع المخاطر والفرص هو التحول اللي ممكن يكون حصل وركز عليه، وإنه يكون موجود بأي شكل من من الأشكال. فالمخاطر لأنها مهدد نتعامل معها ونتحكم فيها، والفرص يعتبر فرصة، الحاجات الإيجابية يعتبر فرصة، المفترض نحن نغتنم هذه الفرصة. أنا شاكر لكم على استماعكم، وإن شاء الله نفتح الفرصة لأي سؤال أو أي نقاش. بارك الله فيك.